بما ان برنامجنا بيهتم بحكايات الناس ايا كانوا مشاهير او غير مشاهير من مجالات مختلفه، برصدنا في الحياه ممكن نلخصه في مجموعه حكايات. ايوه احنا بنهتم بحكايات الناس، بس دايما بنسال نفسنا سؤال، نبتدي منين الحكايه؟ البدايه التقليديه هي احيانا بتبقى البدايه الزمنيه، بس مع خبره الحياه اكتشفنا انه مش بالضروره البدايه الزمنيه تدي او تشي باللي وصل له اصحاب الحكايات. عندكم مثلا حكايه من حكايات الليله عن شاب ابتدى حياته العمليه بانه سقط في الثانويه العامه، انما النجاح اللي حققه بعد كده ما يقولش ابدا انه ده كان تلميذ فاشل، وكمان ما كملش في المجال اللي هو كان والده عايز يكمل فيه. ابتدى من الصعيد او بدايته من قلب الصعيد وهو اتجوز واحده روسيه. عندك مثلا بدايه لثلاث اخوات، كل واحد دخل كليه ما كانش حد فيهم يتصور ان هم الثلاثه هيكتبوا فيلم يتسجل كده في التاريخ انه عمل اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه. عندك بدايه لطلبه، انما بدايه بتهديها لهم مذيعه اذاعيه قديره بتديلهم بدايه عظيمة على طبق من فضة. تفتكروا هيمسكوا في البداية دي ويكملوا عليها ويحكوا حكايتهم بعد كده بنجاحات تتسق مع البداية أو الفرصة اللي ادتها لهم هذه المذيعة الإذاعية المحترمة؟ مش دايما البداية بتصنع الحكاية، الحكاية إحنا بنعملها وإحنا مستمرين في رحلة الحياة. خايفين مني انا الكبيره، وان اي حد هيحميه جزاته الموت. الناس مش هتقبل ان كبرتهم تبقى حر. راجل صعب، ما تبصليش. ايه اللي جاب سوهاج لموسكو؟ لازم يتكحرت ويتمرمط. كنت متنايل على عيني. هو يحط القصه جوه الكتاب وانا اروح اقول لماما ارد فين امه غزاته. خليك معانا لاخر ثانيه. الاعلامي ساقط الثانويه العامه. خلاص اقوم يعني، يلا اهو سقطت طبعا وليا فخر. احيانا انا بفرح على برنامج بس مش احيانا. نجيبها كده، طب نجيبها الشمال شويه. ومحمد دياب صاحب اخواته معايا يعني يسترزقوا كده. بس انت فضحتيني، المحشي طالع حلو قوي بس مش كله مش قد سوا بعض. انا من وجهه نظري هو طلع مكعبات. الصعيدي سجلته كليه اللي مش عارف هو عايز يبقى ايه. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ لو اتخرجت من طب ممكن اتسبب في كوارث للبشريه. انا ضد النظام. انت على طول فجرتي القنبله كده على طول. اقفلوا البرنامج. الحاجه ناتاليا والحاجه فايزه كل واحد عندها راي. محشي وحمام وبدنجان لا حالتها بعافيه خالص. يعني انت بعد ما بتطلع بتكتشف ان انت ايه ده لغه ثانيه، بتتكلم ايطالي تقريبا انت. بدنجان دخل التاريخ لما اولجا قالته.